أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من الأساس ما يمليه علينا ديننا. العمل الخيري أن فيه راحة للنفس، وفيه شعور بالمواطنة والتراحم بين أفراد المجتمع. العمل الخيري في المملكة يحظى دوماً بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتطويره أحد أهداف رؤية المملكة 2030. إطلاق منصة إحسان عام 2021 جاء كقوة دافعة لتمكين القطاع الخيري رقمياً والعمل على رفع كفاءته وربط مختلف الفرص والمجالات الخيرية بالمتبرعين. ولأن التكاتف والتعاضد من أبرز صفات المجتمع السعودي الذي يضرب أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي بين جميع فئاته، نجحت إحسان في تنويع خيارات التبرع للمحسنين وتقديم المساعدات للمحتاجين وحماية المستضعفين بعمليات تميزها أقصى درجات الشفافية والموثوقية. وللعمل على تعظيم أثر الخدمات التنموية واستدامتها، أطلقت المنصة برنامج الحملات لاستثمار الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري وتغطية كافة جوانبه في مرونة تضمن استدامة الوقوف إلى جانب المستفيدين. الأعمال الخيرية ومنبرها الموثوق إحسان مؤشر على تماسك وتعاضد المجتمع السعودي الذي يسير على خطى القيادة والدولة في البذل والعطاء والمشاركة الفاعلة في حملات الخير لدعم الأسر المتعففة وتحويلها إلى منتجة في المجتمع الحيوي.